السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي اضيف سيستم تايب في التكييف، عايز اضيف فريش اير. طيب بكل بساطة اهو الملف بتاعي، تمام. لو جيت هنا ودخلت في الفاميلي وقلت له ان انا عايز الدق سيستم، هتلاقي عندك الثلاثة دول. طيب الفريش اير هو يعتبر زي السبلاي اير، فاعمل له دبليكيت واغير اسمه واسميه فريش اير. تمام، وخلينا نشوف كلمة اتنين ديت. تمام، فريش اير كده بقى عندنا فريش اير، بس ناقص بقى تدخل تشوف بقى لو انت عايز تديله لون معين. تمام، لو عايز تغير الماتيريال، لو عايز تغير الكالكوليشن، اي حاجة انت عايز تغيرها تقدر تغيرها من هنا. خلاص بقى لما تيجي تقول له سيستم وتقول له ان انت عايز ترسم ضغط، هتلاقي عندك الاختيار ظهر معاك. الفريش اير اهوت تقدر ترسم بيه عادي بدون اي مشكلة خالص.